إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. اللهم غير حالنا وحال المسلمين إلى أحسن حال يا رب العالمين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخيرته أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحذركم من مخالفته وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لقد حرم الإسلام أكل الحرام، لقد حرم الإسلام على المسلم ألا يأكل إلا حلالا وألا يأكل إلا طيبا، ولكن الحرام له طرق كثيرة، من إحدى الطرق التي يتبعها الناس اليوم يظنون بأنفسهم أنها شطارة وأنها طرة وأنها غلبة على الطرف الآخر، إنه سبيل الغش الذي يتبعه التجار والبائعون والناس بأجمعهم، سبيل الغش الذي يظنه ضعيفي الإيمان أنها قوة وأنها شجاعة، عندما يستطيع أن يتغلب بحنكته وأن يتغلب ببضاعته، فبدلاً أن يبيعها بالسعر الفلاني فيذهب ويغشها ويبيعها بسعر أغلى. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما خرج إلى سوق المسلمين يتجول على التجار، رأى من رجل عنده بضاعة قد ظهر الحسن منها فوقا وقد أضمر فيها الخبث والبضاعة رذيلة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إنها أصابتها بلل من السماء. قال: هل بينتها للناس؟ هل بينت هذه البضاعة الرذيلة التي نوعها يقل بكثير عن البضاعة الظاهرة؟ هل بينتها للناس؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن غش فليس منا. وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه
ومن غشنا فليس منا. لاحظ ما الفرق بين رواية من غش ورواية من غشنا. قال عندما قال من غشنا حصرها فقط بالمسلمين، فلا يجوز للمسلم أن يغش المسلم مهما كانت الأسباب. ولكن عندما قال من غش فإنه قد أطلقها، أي فلا يجوز للمسلم أن يغش المسلم أو حتى الكافر. إذا كان أمامك يهودياً أو نصرانياً أو أي كانت مذهبه وعقيدته، يجب عليك أن تتعامل معه في البيع وفي الشراء بصدق، وأن تبتعد عن الغش وأكل الحرام. لذلك ما يشاع بين الناس يقولون بأن فلان ملتزم بالصلوات، وفلان ملتزم بطاعة الله، وفلان محافظ على طاعة ربه، ولكنه في البيع والشراء يغش ويأكل الحرام. فأجيب وأنا من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الفائدة من عبادتك؟ وما الفائدة من طاعتك؟ وما الفائدة من تقربك لله رب العالمين إذا كان مطعمك ومشربك حرام؟ يا مسكين، مهما عبدت الله عز وجل فلن يتقبل الله تعالى طاعتك، لأن في جوفك حرام. قد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إن الله عز وجل لا يقبل من آكل الحرام صرفا ولا عدا. لا يقبل الله عز وجل من آكل الحرام صرفا ولا عدلا. لذلك المسلمون لا يغشون في بضاعتهم، ولا يلعبون في ميزانهم، لا يأكلون إلا حلالا. فإن أبا حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه كان تاجرا للألبسة والقماش، وكان عنده صانع يساعده على البيع وعلى الشراء. فمرة كان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه عنده ثوب، وهذا الثوب فيه عيب، وعيبه بسيط، فقال لمن يعمل معه للصانع: إذا أتاك أحد يريد شراء هذا الثوب فبين له العيب، قل له إن في هذا الثوب عيب، إن أردت اشتريه وإن أردت اتركه لنا. فما مر بضع من الوقت إلا باع الصانع هذا الثوب ولم يذكر عيبه للمشتري. باع الثوب ولم يقل له إن في هذا الثوب عيب. فعندما جاء أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إلى صانعه يسأله: هل بعت الثوب الذي يوجد فيه عيب؟ قال له: نعم بعته. فلم يسأله في البداية كم قبضت ثمنه، ولم يسأله في البداية كم ربحنا به، ولم يسأله في البداية هل ثقلت عليه بالسعر، إنما قال له أولاً: هل بيّنت عيبه للمشتري؟ هل بيّنت عيبه للمشتري؟ فقال: والله يا إمام إني نسيت أن أبينه، لم أستطع أن أبين له العيب، نسيت. فقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: والله لقد هلكت إن لم أعيد الأموال إلى صاحبها. لأنه حرام، لأنه أصبح فيه غش، لأنه أصبح فيه خيانة للمشتري. قال: والله لقد هلكت إن لم أرد الأموال إلى أصحابها. من الذي اشترى من عندك الثوب؟ قال: والله لا أعرف رجل من عامة السوق. قال: وبأي اتجاه ذهب؟ قال له: ذهب من هذا الطريق.
فخرج أبو حنيفة رضي الله عنه بنفسه يتجول بين الناس. من اشترى الثوب الفلاني من محل المكان الفلاني يتجول ويتجول ويتجول. قال فبحث كثيرا حتى وصل إلى إحدى القافلات التي فيها مجموعة من الناس، فبدأ يسألهم من الذي اشترى الثوب من المحل الفلاني؟ قال وهو يسأل وجد رجلا قال له أنا الذي اشتريت الثوب من المكان الفلاني. قال دعني أنظر إلى الثوب، فرآه فعلم أنه ثوبه. قال أرجع إلي الثوب وخذ هذه أموالك. الرجل عندما علم ذلك ظن أن الثوب سعره كثير وأنه يريد الإرجاع الأموال، لأنه ربما ضحك على من اشتراه منه، فقال والله لا أرده إليك، أنا الثوب اشتريته وانتهى الكلام. قال رد إلي ثوبي. قال والله لم أرد لك الثوب حتى تبين لي السبب. فقال له إن في الثوب عيب، وبحث في الثوب فوجد فيه عيب بسيط جدا جدا. قال له بحثت عنك حتى أبين لك العيب لكي أرد أموالك وترد لي ثوبي حتى لا أقع في أكل الحرام. فعندما علم الرجل هذا الصدق وهذه الأمانة قال له هل أنت مسلم؟ لأنهم كانوا يعلمون كل الناس أن المسلمين لا يأكلون إلا حلالا وأنهم لا يعرفون للحرام طريقا أبدا وأنهم لا يعرفون للغش مذهبا أبدا. قال له هل أنت مسلم؟ قال نعم. فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ودخل في دين الإسلام وكان يهوديا. أسلم عندما علم صدق المسلمين وأنهم لا يأكلون إلا حلالا. أما نحن اليوم في زماننا فأصبحت الناس لا يبالون أيأكلون حراما أم حلالا، المهم تعبئة الجيب، هذا يفهم كثير من الناس. لذلك كانت إحدى الصالحات تقول لأبيها عندما يخرج للعمل، عندما يخرج من أجل أن يؤمن لهم قوت يومهم، كانت تقول له يا أبتي اتق الله عز وجل فينا، فإنما نصبر على الجوع ولا نصبر على حر جهنم. البعض يظن أنه عندما يأكل الحرام أو يتبع طرق الغش وأكل الحرام يظن أو يقول أنا لا أستطيع أن أصبر على الجوع، أنا لا أستطيع أن أصبر على أن أرى أولادي وهم جياع. فيرى عنك الله كيف أنت لا تستطيع على جوع عندك، وكيف ستستطيع أن تصبر على حر جهنم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما جسد نبت على الحرام فالنار أولى به، فالنار أولى به. وهذا هو زمان اليوم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الزمان فقال يأتي زمان على الناس لا يبالي الرجل أمطعمه حلال أم حرام. وهذا هو نحن زماننا اليوم، الناس همها جمع الأموال، همها الاكتساب أكثر، ولا ينظر إذا هذا حلال أو إذا هذا حرام. فأقول من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله في طعامك واتق الله في شرابك، فإنك مهما عبدت الله عز وجل فلن يتقبل الله عبادتك
إذا كان في جوفك حرام، إذا كان طعامك حرام، أو إذا شرابك حرام، فاتق الله عز وجل وعد إليه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.